السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا كلام على بنك جملان لأنها خطة للعمل بين أطراف المشروع. طيب بتحتوي على إيه؟ ده اللي هنشوفه تبع الكود اللي هو CIS بين ستاندرد، وعلى فكرة ده برضه هتلاقي ده كوبي بيست منه اللي هو موجود في هونج كونج. طيب بيبقى موجود فيه معلومات المشروع زي اسم المشروع والعنوان والوصف بتاعه ورقم المشروع. ممكن الرقم يختلف، يعني يكون عندي رقم للمالك عكس او مختلف عن الرقم اللي عند الاستشاري، مختلف عن الرقم بتاع الكونستراكشن، مختلف عن الراجل بتاع البيب. فلازم تكتب الارقام كلها، ويكون افضل لو هم واحد الرقم بس، ساعات بيبقى هو كل شركه ليها سيستم في التقييم. طيب الميجر بروجكت مايل ستون اللي هي التسليمات، هنبدا امتى في التصميم وهنخلص امتى وهكذا. الريكويرمنت بتاعت المالك، ايه الاهداف من استخدام البيم. طيب هنعرف منين بقى الحاجات ديت؟ هو بيقعد مع البيم مانجر ويبدا يشوف ورقه زي ديت، فبيقول لك مثلا ايه دي كل مرحله من مراحل المشروع، ودي الحاجات اللي انت ممكن تستخدم البيم فيها. ممكن تستخدم البيم في الكوست استيميتنج. طب كوست استيميتنج ده تقدير التكلفه، ينفع في هنا في البدايه في الديتيل ديزاين، في تندر، في كونستراكشن، نعمل خلاص المشروع مش هنحتاجها. الفور دي بلاننج ما ينفعش في اول مرحلتين بس، من اول ديتيل ديزاين بينفع وهكذا. فمن هنا بتبدا تشوف ايه الاستخدامات اللي انت تحتاجها. ممكن مثلا انا مش عايز اسيت مانجمنت، انا مش عايز سايت اناليسيز، هو يبدا يشوف ايه الحاجات اللي عايزها وايه الحاجات اللي هو مش عايزها. طيب بنبدا نحدد طريقه التصميم وايه البرامج اللي هشتغل بيها وايه الحاجات اللي العناصر اللي هتبقى موجوده فيها، وازاي هنراجع وازاي هنكتشف المشاكل، والسايت اناليسيز هيبقى التحليل بتاعه ازاي. كل دي الحاجات اللي هي مهمه في البيم. يعني بعد ما حددنا ايه اللي احنا عايزينه هنحدد بالتفصيل بقى شويه ايه الحاجات اللي هتبقى موجوده فيها، او بشرح له بقول له مثلا الكوست استيميتنج ده هنقدر نقصر التكلفه من اول المشروع من قبل ما نخش المناقصه. تمام. الانرجي اناليسيس هنبدا نحلل بحيث ان احنا نوفر مثلا الطاقه، نوفر الميه، نوفر كذا. الفاسيلتي انرجي اناليسيس، السستينابيلتي، السبيس بروجرامنج بحيث نحدد المساحات اللي موجوده، الفور دي بحيث نشوف حاجه في الزمن، نشوف المبنى كله قائم بذاته، بيبدا نشوف عمود عمود بيبدا يظهر معاك، الفابريكيشن وهكذا. تبدا تشرح كل واحده من دول بحيث ان هو يبدا يخطط. طيب بعد كده بنبدا نشوف بقى البيم مانجمنت، بنشوف كل واحد ده شغال مسؤول عن ايه. البروجكت مانجر او ده هينسق بين الاقسام. الليد كونسلتنت ديزاين ستيج مسؤول مثلا عن الكوردينيشن بين الاقسام المختلفه. البيم مانجر هو ده اللي هيبدا يعمل بيم اكشن بلان، هو ده اللي هيطور، هو ده اللي هيشوف التدريب، هو ده اللي هيدرب الاستاف. الكوردينيشن هيبقى مسؤول ان هو ينسق بين الاقسام ويبدا يشوف الاقسام البيم ويبدا يشوف المشاكل ويبدا يعمل لهم الدعم. وكل دول بيبقوا موجودين هنا. البيم مانجر هو اللي مسؤول ان هو ينسق بين المعماري والانشائي والكهروميكانيكال وكل الاقسام اللي موجوده الانتريور وهكذا. وبيبقى معروف مثلا التيم بتاعنا كم واحد وكم واحد شغال في كل قسم فيهم، ولو حصل مشكله مين اروح لمين. يعني لو اكتشفت مثلا تعارض بين الانشائي والمعماري، مين في الفريق هو اللي مسؤول عن الموضوع دوت اللي اروح اتكلم معاه. طيب وهنتفق برضو على العمليات بتاعه البيم، مين اللي هيبدا الشغل ومين اللي هيخلص بعد كده والحاجات دي كلها. مش بالتفصيل، يعني في حاجات بنخش في التفصيل فيها، وفي حاجات لو دخلت في التفصيل وقعدت تشرحها الامر هتقول بيم اكشن بلان المفروض ما تديش مثلا عن 30 40 صفحه. تمام. يعني مثلا لو جينا نتكلم على ال او دي هتاخد منك وقت كتير، لا قول يا اخوانا احنا بنرجع للكود اللي هو ال او دي. طيب هنتفق على الكولابريشن وموديل شيرنج، هنعمل مشاركه، ممكن تكون شركه واحده خلاص على الهارد او على السيرفر، ممكن تكون في انترنت، فبنبدا نحط الحاجات على الكلاود ونبدا نشتغل. طب هنبدا نشوف التبادل الملفات ده هيبقى مره كل اسبوع، لا ده المشروع صغير ومستعجلين مرتين في الاسبوع، لا المشروع ده هيقعد كذا سنه ممكن يبقى مره كل اسبوعين وهكذا. طيب البين كوردينيشن والكلاش ديتكشن، طيب كل قسم مع نفسه هيبدا يكتشف المشاكل ويبدا يحلها مع نفسه، وبعد كده في شخص مسؤول ان هو يشوف المشاكل بين اقسام مختلفه ويحدد مين اللي عليه يعدل دي. يعني مش كفايه ان هو يقول في مشكله في المكان الفلاني، لا يحدد مين اللي عليه ان هو يحرك الحاجه ديت وايه الاقتراح للحل.
بقى كل ما نكون بادئين بدري كل ما ده بيوفر علينا وقت. لو في اي لوحه موجوده عندنا مش خارجه من البيم فلازم نكتب عليها ان دي 2D CAD او not from BIM. ما ينفعش ان انت تشتغل في لوح ومثلا السكشن والسكشن ده مش معمول من بيم ومنحمله على البيم، لا بمعروف ان ده مش خارج من البيم. مودل اركايف كل فتره بناخد كوبي من الشغل ونحطه على جنب، تمام. بنحدد بقى كل هتفضل كل دي. الكواليتي كنترول مين اللي هيبقى مسؤول عن هو يتاكد ويتشيك ان الشغل ماشي بالجوده اللي احنا عاملينها، بيحدد معايير معينه للجوده. طيب من الحاجات الاساسيه اللي تبقى موجوده في البيم اكشن بلان النص الاصل بتاعتنا اللي احنا هنشتغل عليها زي ما انت شايف اهو هونج كونج، تمام. اليونت اللي احنا هنشتغل بيها، تمام. طريقه التسميات، يعني هنا مثلا قال لك ايه احنا هنسمي الملف هيتسمى ايه بالعميل مثلا اللي هو السي اي سي، البروجكت رقم المشروع، الزون تبدا تكتب رقم الزون، الاي دي، وبعد كده الستاتس لو ازبل تاخد ايه، لو تيستنج تاخد ايه. بيبقى متفقين على الرموز دي، الرموز دي بحيث انت اول ما تشوف اللوحه تعرف كل المعلومات اللي انت محتاجها، مش لازم تفتح اللوحه عشان تعرف دي الدور الكام او دي تبع انهي بروجكت. او في طريقه ثانيه برضه للتسميه، بتكتب البروجكت وبعد كده بتكتب الاسر الشخص اللي عمل المنتج دوت، وبعد كده بتكتب الزون، وبعد كده الليفل، التايب، الرول، الديسكربشن، تمام. وده هيك والاسامي الليارات ممكن برضه نتفق عليها. كل الحاجات دي بنبقى متفقين عليها في البيم اكشن بلان بحيث ان مفيش حد يسمي اسم بشكل معين والتاني بيسمي باسم، لان ممكن يكون مشروع كبير في كذا شركه شغاله فيه وكل واحد بيسمي باسم، فتلاقي في تعارضات وفي حاجات متكرره وهكذا.